حمص القديم يسوى الخضرة 9/3/2013. طبعا سابقا كان خضرة اتمنى شايفين هلا اخر سبب الطيران والقصف المستمر على احياء حمص المحاصرة سبب هذا الدمار كلياته بالاضافة للتهجير كل السكان من احياء حمص المحاصرة. يمت ما سامعين هلا في صوت طيران. هذا طيران قصف هذا مبكر يعني إنه تقريبا إنه 7 أيام في حملة على مدينة حمص على حصار حمص خاصة على حصار على أحياء حمص المحاصرة. حملة شرسة جدا 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 هي أقوى حملة بتصير على حمص. مثل ما أنك شايف هذا القصف هذا الدمار هذا اللي شايفينه هذا من يومين هذا البناء اللي نزل. شايف أخي هذا بناء كامل نزل هذا بالسوق. ما نكسب عن هذا الطيران هاي الطيران مثل الكرامة يعني شايف هذا من الضغط هاي المحلات اللي شايفها مفتوحة هاي من ضغط الصاروخ اللي نزل